للمزيد من التفاصيل عن ثورة تشرين يحضر معنا في استوديو العراق اليوم الباحث والكاتب السياسي دكتور فالح خطاب. أهلا بكم. مرحبا بكم دكتور فالح. كيف يمكن تفسير الموقف الشعبي في ثورة تشرين بعد مرور أكثر من شهرين على هذه الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الشعبي حقيقة هو موقف نابع من إيمان الشعب العراقي بضرورة إنهاء الحالة السوداوية التي يعيشها نتيجة تراكم الظلم الذي يقع على هذا الشعب منذ عام 2003، إذ سدت كل الآفاق، سدت كل النوافذ، لم يعد هناك أمل. نحن نرى أنه جيل الشباب الذي نشأ إما عام 2003 أو قبل بقليل، هذا الجيل مقطوع الصلة بكل التناقضات والمشكلات السياسية وحتى الطائفية، مقطوع عنها، معزول عنها. هو ولد ونشأ في خضم هذه المحنة، هذه الفترة، ونشأ على يعني مقولات وعلى وعود بالديمقراطية والحرية، وكان هناك حصار على العراق. قد يدرك هؤلاء الشباب من آبائهم، من أقربائهم، أنه كان في حصار على العراق، وأن العراق كان في ضيق، وكان في حالة شديدة وحالة يعني قاتمة. والشباب نشأ على أمل أنه يعيش حياة كريمة، حياة طيبة، ولكنه فوجئ بكم كبير جدا من الفساد، وهذا الفساد متنوع، سياسي وطائفي ديني إن شئتي، يعني كل هذا نشأ عليه، وبالتالي لم يعد أمامه إلا مجال واحد وهو الثورة، الكفر، خصوصا إذا علمنا أن هذه الثورة في طبعتها، نسختها الأخيرة، قد سبقتها اعتصامات كثيرة على مدى كثير من السنوات. يعني لم تتوقف هذه الاعتصامات، جت هذه الثورة لكي تقول الكلمة الفصل، وقد يعني قالت كلمة الفصل، أنه آن الأوان لكي ينتهي هذا النظام ويسقط. ومن هنا نلمس لماذا هذه الاستمرارية، لماذا هذا العناد إن شئتي في الوقوف صف واحد، لأنه الأمور أصبحت شبه ميؤوس منها من إصلاح هذا النظام. هذا الإصرار لدى الشعب ربما تجسد في بغداد، في العديد من المحافظات، ومنها الناصرية أيضا التي شهدت غلق للجسور، لعدد من المديريات والدوائر الحكومية. ما مدى نجاعة مثل هذه الوسائل، وما هي انعكاساتها على الحكومة؟ يعني هذه الوسائل طبعا كما نعلم هي وسائل لا يملك الثوار، المنتفضون، المتظاهرون، لا يملكون غيرها على الأقل في الوقت الحاضر. هي وسائل سلمية، عندما نقطع طريق، عندما نغلق منشأة معينة، باستثناء منشآت طبعا خدمية معينة كما نعلم وهم التزموا بها، هذا جزء كبير من الثورة السلمية التي طابعها سلمي حتى الآن. الشعب لا يملك إلا هذه، فيما يملك الطرف المضاد قوة القمع وآلية القمع. فنعم يعني هم لا يملكون إلا هذا، سواء في بغداد أو في المحافظات. وكما نعلم أن هذه أمور في كل الثورات موجودة، باعتبار أنه الحالة تتطور من يعني تظاهرة إلى انتفاضة إلى عصيان مدني إلى إضراب شامل. هذه كلها هي وسائل للثورة متاحة، كلها يمكن أن تؤدي إلى هدف واحد وإلى غرض واحد، وهو إذا لم يكن تحريك هذا النظام ويعني صحوته، فعلى الأقل تحريك العالم وجلب انتباه العالم إلى ما يجري في العراق. نبقى دكتور في الناصرية والحديث عن هذه الوسائل السلمية. كان من بينها ابتكار نقاط تفتيش في ساحات الاعتصام بالناصرية. ما مدى أهمية مثل هذه الوسائل، وكذلك يعني ما دلالاتها بالحديث عن غياب السلطة وغياب الأمن في هذه الساحات؟ يعني الجملة الأخيرة اللي تفضلتي بها هي الجواب. الحقيقة الحاجة أم الاختراع. هذه الثورة تواجه عملية عنف، عمليات إعدام ميدانية، عمليات إعدام خارج القانون. هناك يوميا نسمع عن عمليات خطف، عمليات اغتيال. عمليات الاغتيال أصبحت يعني حديث يومي
حديث يومي، كل اللي نسمعه أنه فلان قتل في الشارع أمام بيته، في طريقة، في عودته من ساحة معينة من ساحات الاعتصام، ثم نشهد المشهد الآخر الطبيعي التقليدي أيضا، عملية تشييع هذا، وكلهم شباب طبعا، ما بين صحفي ما بين ناشط مدني إلى آخره. فالحقيقة هم يعني لم يجدوا من وسيلة إلا، وكما تفضلت، غياب القانون، غياب الدولة، عدم وجود دولة، عدم وجود حكومة، عدم وجود جهة أمنية تلتزم بحماية هؤلاء المتظاهرين، وحمايتهم حق قانوني لهم، مكفول لهم في كل أنحاء العالم، أنه المتظاهر أو المنتفض أو المعترض ينبغي أن توفر له حماية. فإذا ما على الأقل إذا كانت الدولة محايدة في كل مكان بالعالم، إذا كانت محايدة على الأقل يعني لا تحميه ولا تؤذيه، لكن هنا نشهد العكس، الإيذاء. فلم يبقى أمام المتظاهرين إلا أن يتولوا حماية أنفسهم بقدر ما يستطيعون طبعا، لأنه نحن نعلم الجهات المعادية ليست بسيطة، جهات استخباراتية ومتفننة في عمليات القتل والغدر. نعم، ربما نتحدث أيضا عن كذلك عن اعتصام ومحاولة إغلاق عدد من المراكز الطاقوية، سواء نتحدث عن الحقول النفطية وكذلك دوائر الكهرباء والطاقة الحرارية تحديدا في البصرة. ما هي الرسالة المراد إرسالها من خلال التظاهر في هذه المؤسسات الطاقوية؟ يعني الرسالة كما قلنا هي رسالة الثورة التي تريد أن توصل رسالتها، سواء لمن هم في داخل المنظومة الحاكمة الذين لا يتورعون، بل حقيقة هم في وضع الجمود القاتل، وضع الجمود القاتل الذي لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم سوى الموت اليومي لبعض الناشطين أو لعدد من الناشطين، ولا يتزحزح سوى أنه يحاول إعادة إنتاج نفسه بعملية تدوير الأسماء، لكن المتظاهرين يحاولون التأثير قدر ما يستطيعون على مسار الوضع في داخل العراق من خلال إيقاف هذه المنشآت، وأيضا يوجهون رسالة إلى الخارج، على الخارج هذا ينتبه إلى كمية، إلى نوع الدماء الذي تسيل في العراق. الحقيقة لا يوجد هناك حتى الآن تجاوب كبير من قبل العالم الخارجي للأسف الشديد، ولا المنطقة العربية أيضا للأسف. يعني الشعب العراقي متروك لوحده، هو يعني لا يملك إلا أن يقوم بهذه الوسائل المتراوحة، بين الاعتصام، بين غلق بعض المنشآت، بين قطع الطرقات، علّه يجد أذن صاغية، علّه يستطيع أن يؤثر في مسار الأحداث. في ظل هذه السلمية وهذا الوعي بالمقابل وسياسيا، يتحدث برهم صالح رئيس الجمهورية عن ويتساءل عن من هي الكتلة الأكبر في البرلمان، كيف يمكن قراءة تساؤله بعد انتهاء المهلة الممنوحة له لتحديد اسم رئيس الوزراء الجديد؟ يعني حقيقة هذا كله تضييع وقت، كله يعني يدل على أنه الطرف الآخر، النظام، غير جاد أبدا في حل المشكلة، هو جاد في قضية واحدة، جاد تمام يعني تمام الثقة وتمام التأكيد أنه لا يريد أن يفلت الحكم من بين إيده، هو يريد أن يداور هذا الحكم عن طريق اختراع أسماء معينة، كما نعلم هاي الأسماء اللي يطرحوها ثم تسقط خلال ساعات. ها، يعني اليوم كان تصريح لمصدر في رئاسة الجمهورية العراقية إلى أظن إحدى الوكالات الأناضول أو غيرها، يقول أنه برهم صالح اضطر لسحب ترشيح محمد شياع السوداني بعد رفض المتظاهرين إليه. يعني نحن نتحدث هنا عن حالة مأزق كبير جدا وجد الطرف الآخر نفسه فيه، ولكن في نفس الوقت مكابر ومعاند ومتسلح بالقوة، وربما هناك إملاءات خارجية تملي عليه أن لا يتحرك أكثر من هذا. كل ما هنالك الآن عملية كسب وقت تحت كلمات طنانة ورنانة، فراغ دستوري ودستور والمادة كذا والمادة كذا، ولكن في الحقيقة لا توجد هناك نية من الطرف القمع أو السلطة القمعية، لأنهم ببساطة شديدة لا يريدون التسليم بالواقع، لا يريدون أنه السلطة تفلت من إيديهم. كل ما يجري في الآن هو عملية كسب وقت من أجل الخطوة القادمة التي قد تكون خطوة دموية اتجاه قمع الثورة. شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب، الكاتب والباحث السياسي، كنت حاضرا معنا في استوديو العراق اليوم.